أكد أن ما فيش يعني نذرة في لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية. النذرة هذه الملاحظة، لأن احنا قلنا من الأول أن الاقتناء هذه السنة في ظروف ظل جائحة الكورونا الاقتناء سيكون تدريجي. فلما كان استلام أول جرعات قمنا بتسليمها، ولما تسلموا كثير يعني خصوصا الصيدليين تسألوا كي لما تلقاو هادو، قال لك هاد السنة يعني هذا واش لقينا كتلقيح، ما حدثت بعد بلبلة. حنا نقولوا واش تلقيتم، هو الوصول الأول تدريجي، والآن المعهد ببطء أو يتلقى في التلقيحات، ونظن في منا 10 أيام ولا 15 يوم راح يكون كل ما طلبوا المعهد وهي 1,800,000 جرعة ستكون حاضرة بجلها، وسيتم يعني تزويد جميع الذين طلبوا على حسب طلبات التلقيح. فيه وصول كميات كذلك في غضون هذه اليومين ثلاث أيام القادمة يوم الجمعة، وتدريجيا راح يتم يعني توفير جميع الطلبات في التلقيح. لهذا نقول خصوصا للصيادلة أو تاع المستشفيات أن ما طلب من اللقاحات ضد الانفلونزا الموسمية سيتم توفيره حسب بنود العقد الذي أبرم معهم.